حصون اليمن وجبالها خصيصة جغرافية يغبط اليمن عليها حصن خدد التاريخي نموذجا. دخل اليمن صحبة المسعود الأيوبي أخي صلاح الدين الأيوبي، قال وفي اليمن ثلاثة آلاف حصن، والعجيب أن كل أوديتهم تحيط بها الجبال من جميع الاتجاهات، فلا يدخل إليها إلا من جهة أو جهتين، وعلى هذه الحجاج والمداخل نوب حراسة. محاضرة للشيخ الفاضل عرفات الفتاحي حفظه الله كانت بتاريخ 16 من شهر ذي القعدة لعام 45 و400 ألف للهجرة، وإليكم المادة المذكورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله إله الأولين والآخرين، خالق الخلق أجمعين، أحياهم من العدم ثم أماتهم فأبلوا فكانوا رمم، ثم أحياهم النشأة الأخرى إما إلى نعيم وإما إلى جهنم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله القائل أثير القرآن، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم القائل حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ورضي الله عن صحابته، وقد قال بعضهم أثير القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار من المهاجرين والأنصار. ثم أما بعد، ما أسعدنا في هذه الليلة المباركة ونحن في 16 من ذي القعدة من عام 45 و400 ألف للهجرة النبوية في مديرية ظلمة مركز محافظة حبيش، وتكتنفنا الحصون التاريخية تعانقنا عن يمين وشمال وأمامنا وخلفنا، فالخضراء ونهرة وخدد وحاضة وشباع ويريس ويفوز وشاحط ودهران وعزان والمجمعة وغيرها من الحصون التاريخية والمصانع العملاقة التي مجرد أن ينظر إليها الرجل وهي تأتزر بالسحب وتعالق السماء وتحدثك عن كبرياء الإنسان اليمني الذي عشق الجبال وتنزه عن أن يسكن بالدون وعن أصالته ونبوغه وقوته وقهره الذي قهر به الجبال. وقد تحدث القرآن الكريم عن ذلك، قال الله عز وجل على لسان نبيه نوح، على لسان نبيه هود والد اليمنيين والقحطانيين، قال الله على لسانه أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين. شاهدنا وتتخذون مصانع، والمصانع إحداها مصنعة، والمصنعة في لغة حمير كما قال ذلك علامة اليمن ومحدثها الكبير الذي رحل إليه الناس من الآفاق المحدث الصنعاني عبد الرزاق، قال رحمه الله والمصانع بلسان حميغ الحصون. وتتخذون مصانع، تتخذون حصون تسكنون فيها لعلكم تخلدون. فما من مصنعة في اليمن، أي مكان يحمل اسم مصنعة، تجده في الغالب أنه في رأس تبة أو رأس جبل، لابد أن يكون في مكان مرتفع، ولابد ما تجد مصنعة في مكان هابط أبدا. والمصنعة تعني الحصن، وقد ميز الله عز وجل اليمن بذلك،
وجعلها الله عز وجل من خصائصها بالنسبة لجزيرة العرب. ولهذا تجد أن المصنعة في القديم عبارة عن دولة مستقلة معها حذاؤها وسقاؤها، فيبنى في الجبل حصن عليه سور عظيم فيه نوب للحراسات وفي فتحات تنقب الداخل والخارج، وهي في نفس الوقت مدغعة لسد السهام ولقهر الأعداء الذين يرومون منازلة ذلك الحصن، وهي في نفس الوقت فيها مدافن الحبوب لتكفي سكان الحصن عن الاحتياج وقت الحصار، وفيها كرف الماء والكرف والكريف بلسان حمير البرك والمواجل، وهي لغة قديمة تجد فيها أماكن الماء، أماكن الحبوب، السكن، وربما أماكن للزراعة فيزرع ويسقي ويحرف ويأكل ويشرب، حتى وإن رامه أحد بسوء فحاصره وأطال الحصار يتعب المحاصر ولا يتعب المحاصر. ولهذه الميزة العظيمة يقول كمال الدين بن فارس وهو من علماء القرن السادس، كمال الدين بن فارس المصري دخل اليمن صحبة المسعود الأيوبي أخي صلاح الدين الأيوبي، قال وفي اليمن 300 حصن، 3000 حصن في اليمن، 3000 حصن، والعجيب أن كل أوديتهم تحيط بها الجبال من جميع الاتجاهات فلا يدخل إليها إلا من جهة أو جهتين، وعلى هذه الفجاج والمداخل نوب حراسة. مثلا تنظر أنت الآن إلى ما تحت هذه الجبال، جهة الجعامي والهياج وادي عدن، فتجد أنها أرض محاطة بالجبال معها مخرج من هذه الجهة وربما مخرج جهة الحزم، وهكذا قل في السحول منفذ إلى سمارة ومنفذ إلى إب، وهكذا في كل فجوة في أرض اليمن من وهاد وسهول تجد أن الجبال تحيط بها من جميع الجهات وأنها لا مخرج لها إلا من أماكن محددة يستطاع التحكم بها. هذه شهادة من مؤرخ مصري وفد مع الأيوبيين حين حكموا اليمن. ولهذه الميزة العظيمة وهي ميزة الجبال والحصون غبط بقية العرب أهل اليمن على هذه الميزة، حتى تولد ذلك البغض عن حسد، وما خلا جسد من حسد، أما الكريم يخفيه وأما اللئيم يبديه، حتى أبدى هذا العربي حسده أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام الطبراني في مسند الشاميين وابن عساكر في تاريخ دمشق من حديث عتبة بن عبد رضي الله عنه، والحديث صحيح لم يمسه أحد بمطعن، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الناس يفدون من أقطار الأرض إلى رسول الله قصد التعليم وقصد التفقه في الدين، لكن هذا الرجل سبحان الله طلبه غريب وأمره عجيب، فقال للنبي الحبيب عليه الصلاة والسلام يا محمد إلعن أهل اليمن. انظر على طلب يا محمد إلعن أهل اليمن، هنا يعني يعطيك هذا أن الكاره لهذا الشعب أو الباغض له سلف في السوء والشر. فلما تجد الحملات في مواقع التواصل
اليمني حبش، اليمني فرس، أنتم ليسوا أصل العرب، أنتم كذا، أنتم أسلمتم بالسيف، يعني محاولة أخذ حقنا المناقب للجهات، والمجيء بمساوئ أمم وقبائل أخرى لليمن عكس، لأن الزمن معكوس إن صح التعبير. رأى الإمام الشعبي غلاما راكبا على دابة متجها إلى سبلتها، ركب الحمار بن مقلوب، فقال له الشعبي: ما لك يا غلام؟ اركب سويا. قال: يا إمام، لأن الزمن معكوس لا بد أركب عكس. هذا في زمانهم، فما بالك في زماننا. إذن بارك الله فيكم، هذا الرجل قال: يا محمد إلعن أهل اليمن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ولما؟ إيش السبب؟ قال: لأنهم كثير عددهم، زحمة سكانية منذ الأزل، لأنهم كثير عددهم، شديد بأسهم، الشاهد حصينة حصونهم. السبب الثالث: العنهم من أجل أن عندهم قوة، فيهم كثرة، ما تدخل مكان لو تجد يمني قدامك، تذهب الهند تجد فيه شركة يمنية أو مطعم يمني، تذهب السنغال، تذهب أمريكا، تذهب يعني اليمن هذا حاضر في كل مكان، فانزعج هذا العربي. وفعلا يعني موضوع اليمن أمر عجيب، تأتي تقرأ في قصة إبراهيم عليه السلام وفي سيرته وفي أيامه، وتجد المؤرخين وبدءا بالصحابي الجليل عبد الله بن عباس أن إبراهيم لما أتم بناء البيت ونادى في الناس: أيها الناس، عباد الله، حجوا. قال ابن عباس: أول من أجابه أهل اليمن. شوف على حضور، وحضور بماذا؟ حضور حسن. كيف حضر اليمنيون في ذلك الوقت؟ حضور يمني في كل وقت. ثم تأتي إلى قصة ذي القرنين الذي ملك الأرض: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. بعضهم يقول أنه كان في زمن إبراهيم كما قال الأزرقي، فيقول ابن عباس وعلي ومقاتل والمقريزي وابن حجر أنه يمني بلغ مغرب الشمس عند العين الحمئة، وبلغ مطلعها في سواحل سيبيريا الذين يعيشون 6 أشهر في الشمس ما فيش ليل، وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، ما في الستار، دائما في الشمس. ولذلك قال ابن حجر: ومن المرجحات على أنه عربي من اليمن أن الأسماء التي تبتدي بذي كذي يزن وذي الكلاع وذي رعين لا تكون إلا في اليمن، لا تكون إلا في اليمن. انظر على حضور. ثم إلى نبي الله سليمان وهو الملك الثاني الذي ملك الدنيا، والحضور اليمني يأتي: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وتحضر الحضارة اليمنية بقوتها الهدهد مع ما يشاهد من الأمجاد السليمانية ومن الصناعات ومن الشياطين، كل بناء وغواص. ومع هذا وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، إلى أن قال: ولها عرش عظيم. أنت يا سليمان، الجن صنعوا لك من كل شيء، لكن ما استطاعوا يصنعوا عرشا كعرشها، ما استطاعوا، لها عرش أعظم من عرشك. أيد الله كلامها كما ذكر صاحب الجلالين، قال الله: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، إلى أن قال: لا إله إلا هو رب العرش العظيم. يعني فعلا ليس أعظم من عرشها إلا عرش خالقها، بدليل تناسب أنه ذكر العرش بعدها. وفعلا أدهش سليمان وظل موضوع العرش في ذهنه: أيكم يأتيني بعرشها؟ وقال للهدهد: ننظر أصدق أم كنت من الكاذبين؟ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ لأنها
إن سبقت العرش فأسلمت لا يجوز للمسلم أن يأخذ مال المسلم، وجيء بالعرش. فرأى سليمان أن الهدهد صدق، وربما قصر في الوصف، هذا من فضل ربي. فلما رآه مستقيقا عنده قال هذا من فضل ربي. إذن بارك الله فيكم، حصينة حصونهم الأعرابي يقول حصينة حصونهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد على الأعرابي قائلا: لا تلعنهم، فإنهم يوشك أن يأتوكم أعوانا وأنصارا. فإذا أتاكم أهل اليمن يحملون أولادهم ويسوقون نساءهم فهم مني وأنا منهم، فهم مني وأنا منهم. في هذا الحديث العظيم دافع النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل اليمن. وهذا بارك الله فيكم يبين لنا جانبا من حب رسول الله لأهل اليمن، كيف دافع عنهم، دافع عما وهبهم الله من البسطة في الأجسام، بأس شديد من كثرة العدد من الحصون والجبال، كما أنه دافع عليه الصلاة والسلام عن مهنهم عند أحمد من حديث أبي ثوين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بثوب من المعافر. أين المعافر؟ من يقول المعافر الاسم القديم لمن؟ ها؟ الحجرية. انظر التاريخ يعيد نفسه، أكثر الخياطين المفصلين منين؟ من تعز. وهنا أوتي رسول الله بثوب، أمة تعشق العمل، أمة يعجبها أن تأكل من كد يدها وعرق جبينها، لا تسرق، لا تنهب، لا تتسلط، تبحث عن عمل. أوتي رسول الله بثوب من المعافر، فقال رجل: لعن الله هذا الثوب ولعن من عمله. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تلعنهم، فإنهم مني وأنا منهم. بيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام بون شاسع في النسب، فرق كبير بيننا وبينه. ومع هذا جعل طريقة أهل اليمن طريقته، بمعنى أن هديهم وافق هديه، فكانت الأنبياء تأكل من عمل يدها وهم يأكلون من عمل أيديهم، فاقتدوا بهم، فقال عليه الصلاة والسلام: هم مني وأنا منهم، هم على طريقتي وأنا على طريقتهم. وهكذا ربما كان هنالك نقاش بين المصطفى صلى الله عليه وسلم وبين بعض العرب في أمر ليس لليمن فيه صلة لا من قريب ولا من بعيد، ومع هذا نجد النبي صلى الله عليه وسلم يحضر اليمن في الأمر، لما يعلم أن هنالك من يستنقص اليمن. الموضوع استنقاص احتقار قديم. بالله عليك استمع وأصغي إلى هذا الحديث الذي يرويه أحمد ويصححه الشيخان الألباني والوادعي عليهما رحمة الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض خيلا، كان يدرب الخيل، فقاف جاء عيينة بن حصن فقال عليه الصلاة والسلام له: أنا أفرس بالخيل منك. انظر البداية، تجابر أنت شخص قل له أنت مبتدئا أنا أخبر بالموضوع الفلاني منك. فقال عيينة: إن كنت خبيرا بالخيل فأنا أخبر بالرجال منك. أنا عندي خبرة بالرجال، أنت يا محمد تفهم بالخيل، أنا أفهم بالرجال والقبائل والأجناس. فقال عليه الصلاة والسلام: إن كنت كذلك فمن خير الناس، من أحسن الناس، من أحسن القبائل؟ عيينة من نجد رضي الله عنه. قال عيينة: خير الناس رجال من أهل نجد يلبسون سيوفهم على عواتقهم
ويركبون نسج خيولهم. فضل علينا أهل نجد أنهم أحسن ناس. إيش الأسباب؟ الأسباب دنيوية، يعني أهل هنجمة السيوف على العواتق ويركبون الخيل. وقس هذا بمواصفات اليوم، يعني تقول والله أحسن ناس قبيلة كذا، عندهم شبحات والجعبة فوق الطبلون، يعني نظرة الناس تدهشهم النظرة النرفزية اللي فيها استعلاء. قال له عليه الصلاة والسلام: كذبت كذبت، خير الرجال رجال أهل اليمن، لا في يمن حاضر ولا الموضوع على قبل اليمن. الكلام في البداية على الخيل، ثم من أحسن القبائل. فالرجل قال: الجهة الفلانية. فقال عليه الصلاة والسلام: كذب، خير الرجال رجال أهل اليمن. على شهادة حلو. مثلا جاء تقرير من اليونسكو ولا من أي منظمة أن القبيلة الفلانية يعني أعز القبائل أحسن، كيف الناس يرفعون رؤوسهم؟ فما بالك هذا ممن لا ينطق عن الهوى، هذا وحي. خير الرجال رجال أهل اليمن. وفي حديث آخر، والنبي صلى الله عليه وسلم مسافر إلى الحديبية وهو ينظر إلى طريق مكة ويقول لأصحابه: يطلع عليكم أهل اليمن كأنهم السحاب، هم خيار من في الأرض. انظر على جمال، خيار من في الأرض. والحديث صححه الشيخان: خيار من في الأرض، خير الرجال، يعني الخيرية في هذا الشعب أكثر من غيره، أكثر من غيره. فبين عليه الصلاة والسلام أن الفضل الذي فضل به أهل اليمن على سائر العرب من نجد وحجاز وشام وعراق وغيرها من أمم الدنيا أنها بصفات وخلال ومبادئ وأخلاق، هم خيار من في الأرض. ومن صور دفاعه صلى الله عليه وسلم عن أهل اليمن ما رواه ابن أبي شيبة وابن عبد الحكم في فتوح مصر من حديث جرير ومن حديث عبد الجد بن ربيعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يسقي عائشة في سفر، يسقي زوجته، فانكشف الخمار، انكشف الستر، فقام عبد الجد بن ربيعة الحكم صحابي من اليمن وأخذ رداءه وستر النبي صلى الله عليه وسلم، ستر زوجته عن الناس حتى لا أحد ينظر إليها. فقال أحد رجال العرب، وجاء في لفظ أنه الأقرع بن حابس وهو من سادات بني فزارة في نجد: يا محمد، ما هذه الخلة؟ إيش هذه العادة؟ يعني تشربون وتستثيرون. فقال عليه الصلاة والسلام: هذا الحياء، هذا الحياء رزقه الله أهل اليمن إذ حرمه قومك، هذا الحياء. والحديث المتواتر: الحياء من الإيمان، وإذا كان الحياء من الإيمان روح الإيمان اليمن، الإيمان يمان. ورد عن 13 صحابيا. إذن فهنا النبي صلى الله عليه وسلم دافع عن أخلاقهم: هذا الحياء رزقه الله أهل اليمن إذ حرمه قومك. وهكذا مواقف كثيرة نجد المصطفى صلى الله عليه وسلم يدافع عن أهل اليمن ويدافع عن أخلاقهم ويدافع عن تاريخهم. وحتى لا نسترسل في الأمر فنخرج عن الحصون، فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الأعرابي، لأن اليمن كثيرة الحصون، أراد أن يلعنهم، فتسبب بهذا الطلب بمدح لليمن إلى قيام الساعة، وهو أراد من ذلك أن يشرع لعن اليمن. وإلا لماذا طلب اللعن من النبي عليه الصلاة والسلام؟ حتى يكون اللعن شريعة ودين. فإذا به يتفاجأ برد حسن نبوي كريم: هم مني وأنا منهم. إذن حفظكم الله عز وجل لهذه الجغرافية التي منحها الله اليمن،
أشار أهل مكة على الحسين بن علي رضي الله عنه حين وصلته كتب أهل العراق أن اقدم إلينا فإنا قد بلغنا كذا وكذا لا ينتظرون إلا وصولك. فقال له عبد الله بن عباس: يا أبا عبد الله، إني أرى كتابات قوم كتاباتهم معك وسيوفهم ضدك، ولو أنك ذهبت إلى اليمن فإن فيها شعابا وجبالا ليس في العراق منها شيء، فإن انتصرت بها ونعمت، وإن هزمت ذهبت إلى بعض حصونها فاحتميت. هذه من فوائد الحصون، ذهبت إلى بعض حصونها فاحتميت. لكن الحسين رضي الله تعالى عنه أبى وليقضي الله أمرا كان مفعولا. الشاهد إشارة ابن عباس إلى ميزة اليمن، ولهذه الميزة في القرون الوسيطة كان يكثر الوفود إلى اليمن مدعي النبوة والمقذيين السحرة، كما قال أبو العلا المعغي وهو رجل ضال لكنه صدق في عبارة له، قال: ويكثر في اليمن بين حين وآخر ادعاء المهدية، وسبب ذلك لكثرة جبالها ووهادها، فكلما ادعى المهدي رجل في بلاد ما فبلغ السلطان فخاف على رأسه فذهب إلى اليمن فيجد رواجا وسوقا. هذه محسوبة يعني في الجانب الثاني. طيب بارك الله فيكم، ونحن منذ الأمس زرنا الجعامي وزرنا الجنيد، كانت تعرف بالتاريخ بالعدوف، وفي الجعام استنشقنا التاريخ، وشممنا من نسيم الماضي، وذلك لما وصلنا إلى المقبرة التي فيها قبر سلطان وعالم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قبران مع بعض بني عليهما قبة، مع أن من تحتهما ضد هذا الفعل. السلطان هو أسعد ابن وائل ابن عيسى الكلاعي من نسل ذي الكلاع الحميري الذي سيأتي خبره، والعالم هو زيد بن الحسن الفائش من الأفيوش. أما السلطان فقد قال فيه الجندي وابن سمرة وعمارة الحكم: كان السلطان أسعد وأبوه محبين للعلماء وللسنة وأهلها، يقتدون بالسلف الصالح وينفعون أهل العلم وينفقون عليهم النفقات الجليلة ويوقفون الأوقاف الطائلة، وفي زمانهم طبعا من هذه الجبال إلى قريب الحزم كانت تسمى وحاضة، قال: وفي زمانهم كثرت في وحاضة المدارس والأبنية وطلبة العلم والبساتين، وتوافد الوافدون وجاء الشعراء والعلماء من كل مكان، وكان هذا السلطان صالحا عفيفا عن أموال غعايا قوالا بالحق عاملا بالسنة. ودعا لضجيعه في المقبرة، اصطحب في الدنيا فاصطحب في الرحلة الأخيرة إلى رب الأرض والسماوات. علم السلطان أسعد بن وائل أن هنالك عالم في الأفيوش يقال له زيد بن الحسن الفايشي، أنه طلب العلم بمكة على يد الطبري والمنبجي وعلى يد عدد من أهل الأرض، وعاد إلى اليمن فوافد إليه الوافدون وطلب إليه العلم الطالبون،
وكثر طلبته، ومن أبرزهم وأعظمهم يحيى بن أبي الخير العمراني صاحب كتاب البيان شرح المهذب. يحيى بن أبي الخير العمراني عالم من صهبان، طلب العلم في ذي أشرق وفي زبيد وفي وحاضة، ألف كتاب البيان. قال فيه ابن القيم وابن كثير: يحيى بن أبي الخير العمراني شيخ الشافعية في بلاد اليمن، شيخ الشافعية. وابن تيم وابن القيم ينقل عنه في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية. نعم، وطلب العلم في وحاضة عند زيد الفائشي رحمه الله. فالسلطان أسعد طلب هذا العالم من الأفيوش وأمره أن يتولى القضاء في هذه المنطقة. وقيل في أسعد إنه استولى على وحاضة وخدد والشباع والخضراء ونهرة وشاحط، وهي مقره كانت العاصمة له. شاحط، شاحط قريب الجبجب، وسوقهم الجبجب كما ذكر عمارة رحمه الله تعالى. واتفق المؤرخون على أن السلطان أسعد هذا ابن وائل من نسله بني وائل في العدين وفي وصاب وفي مناطق إب وفي الشعاور وغيرها، وأن السلطان أسعد من نسل الملك العظيم ذي الكلاع الحميري. وذو الكلاع ذو الكلاع الحميري اسمه أسميفع ابن ناكورا، كان ينام ليلة في الشباع وأحاضة وليلة في خدد، وهو الذي أمر بتشييد هذا الحصن العظيم. يقول الهمداني رحمه الله تعالى في كتابه صفة جزيرة العرب ومن مصانع بلاد اليمن، يعني حصونها وحاضة، قال: وفي شرقيها أو غربيها ماجل الكريف، درداع الكريف ويقال رداع الكريف، خازن ماء. ثم قال: تقابلها قلعة خدد وهي معاندة لها، وبينهما ساعة من نهار. ثم يصف حصن خدد أن الرجل يصعده بدرج عظيمة من باب تفترق الطريق إلى يمين وشمال حتى يصل الرجل إلى قصر قل عنه الوصف، يعني لا يستطيع الإنسان أن يصفه، ولم يبق من هذا القصر اليوم أثر. نعم. ثم قال: من شماله درج توصلك إلى بئر مظلمة بالليل والنهار، وهي تلك البئر الطويلة كانت كأنها مسقوفة، قال يحتاج الإنسان إلى سراج في الليل والنهار. نعم. وذكر فيها من الحصون والقصور والمدافن والأشياء العظيمة، وأنها من حصون الحميريين والتبابعة من العهد الغابر والزمن البعيد. نعم. حكم ذو الكلاع رحمه الله تعالى ورضي الله عنه البلاد من هذا المكان. ولما قتل سيف بن ذي يزن تجمعت حمير وتكلعت واختارت أسميفع بن ذي ناكورة ملكا على البلاد. وكان ولما تقف في هذا المكان مكان استراتيجي عظيم، فتجد من هذا الحصن تنظر بداية حبيش جهة المشرق، بداية حبيش والسحول إلى سمارة وإلى بعدان وإلى إب، الجهة الشرقية كلها ظاهرة. ثم تنظر جنوبا وإذا حبيش والمجمعة وظلمة والشوافي وغيرها من المناطق والحصون. ثم تنظر شمالا وإذا أمامك سمارة والقفر والمخادر. ثم تنظر جهة الغرب فإذا بلاد، يعني ما تبقى من حبيش والعدين والحزم، وتجد أنه في مكان حساس، وأنه في قلب المخلاف الذي عرف بالتاريخ ببلاد الكلاع. وبلاد الكلاع يقول المؤرخون من القاعدة إلى سمارة ومن حصن حب إلى نهاية العدين، هذه بلاد الكلاع، ومقرها خدد قبل أن تأتي إب وقبل أن تأتي جبلة. هذا في الجاهلية إلى القرن الثالث الهجري. جاء الإسلام وجاء الخير، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرسل رسله ويبعث المبلغين
إلى أرجاء الأرض وعلم أن هنالك سلطانا يقال له ذو الكلاع أسميفع بقية حميف وسلالة التبابعة. جميلا إذا دخل مكة تلثم لجماله، فعلم أنه جميلا فاختار له شخصية جميلة تدعى جرير بن عبد الله البجلي، يوسف هذه الأمة. وتلك الشخصية التي تفرض نفسها، حتى المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول عن هذه الشخصية، يقول جرير: ما رآني رسول الله، ما حجبني رسول الله منذ أسلمت، يعني أجي استئذن دخلني طوالي، ما حجبني رسول الله منذ أسلمت وما رآني إلا تبسم في وجهي، تبسم في وجهي دون سبب. لماذا؟ من الجمال الذي كان يملكه هذا الرجل رضي الله تعالى عنه. وصح عن عمر أنه قال، وكان جرير يغتسل: ما رأيت من هذا الجمال في أحد ما رأيته في جرير، جرير يوسف هذه الأمة. نعم. وقال الذهبي فيه: جرير الأمير الجميل النبيل، كان نعله ذراعا، وكانت قامته تساوي الراكب على البعير. جئنا بجمل وركب عليه رجل على قتب، وجرير قائم على قدم على الأرض يساوي هذا الرجل، لما يكون جمال طول. هذه شخصية تشفع، شخصية تفتح القلوب، فما بالك إذا صحب هذا الجمال الحق من بشير الحق ومن نبي الحق عليه الصلاة والسلام. يقول جرير حاكيا عن نفسه: أرسلني رسول الله إلى اليمن وهو في مرضه الذي مات فيه، ولو كنت أعلم أنه يموت ما فارقته. انظر على حدث، يعني ظن أن الرسول سيمرض ويشفى، قال: ولو كنت أعلم أنه يموت في هذا المرض ما فارقته، فحملت الرسالة حتى أتيت ذا الكلاع، فقال لي: يا جرير، هذه زوجتي ضريبة الأصبحية، تزوج أخت أبرهة بن الصباح، كان ملك البيضة وبلاد رداع الحميري، يعني عيال عم، وكان يسكن في قرية موكل في صباح. قال: هذه زوجتي ضريبة الأصبحية، ما رآها رجل في جاهلية ولا إسلام، فادخل فادعها من وراء حجاب إلى الإسلام. فدعاها فأسلمت. قال: ثم إن ذا الكلاء أمر لي بدجاجة فأضافني، وبعد أن أسلم قال: يا جرير، إن كان محمد نبي حق لقد مر على وفاته 3 أيام. إذا كان هذا نبيكم صادق، النبي هذا في أخبار وعلوم حمير عندنا أنه له 3 أيام من وفاته. قال جرير: فتعجبت من قوله، لكنني ألححت عليه وصحبته، أريد أن آتي به إلى رسول الله في المدينة. فبينما نحن نمشي في الطريق إذ رفع لنا ركب قادم من المدينة، فقلنا لهم: ما الخبر؟ قالوا: توفي رسول الله منذ 3. يعني نفس الكلام الذي وافق. والنبي صلى الله عليه وسلم مدح كتابية اليمن لأن كان فيها نوع من النقاء، فقال لمعاذ: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، ستأتي ناس عندهم علم، آثار من علم، جهز، تعلم، تهيأ، قابل الحجة بالحجة. فلما سمع ذو الكلاع هذا الخبر رجع وقال: يا جرير، يعني سألوا الركب: من استخلف الناس؟ قالوا: استخلفوا أبا بكر. فقال ذو الكلاع: يا جرير، أقرئ صاحبك السلام، يعني أبا بكر، وأخبره أننا سنرجع إلى بلادنا، يعني كنا جايين من أجل محمد. انظر على تعظيم وحب، تارك الملك وتارك أكاليل حمير وتيجان التبابعة والملك التليد والحصون العظيمة والبلاد الخضراء، وذاهب إلى المدينة النبوية الأرض القاحلة لكنها اليانعة في الخير وفي العلم. فإن أجدبت ثم المراعي وأيبست فصرح العلا والدين والعلم أخضر، كما يقول ابن الوزير صنعاني رحمه الله. فواصل فعاد إلى بلاده، ثم قال له: يا جرير، أخبر أبا بكر أنكم معشر العرب ما زلتم بخير ما دامت شورى،
يعني ما دامهم اختاروا أبا بكر عن طريق الشورى دون دم، ما أن أنكم في خير، انظر العقلية، يعني أمر الشورى في اليمن من زمان، أنكم في خير ما دامت شورى، فإن كانت في السيف قتل بعضكم بعضا، يعني إذا كانت السلطة بالقوة حصل التآكل. ثم رجع ذو الكلاع رضي الله تعالى عنه وظل يحكم في البلاد بالشريعة الإسلامية ويقيم أمر الله عز وجل إلى أن مضت سنة من خلافة أبي بكر، فجهز أبو بكر الجيوش بعد القضاء على الردة، جهز الجيوش لفتح بلاد الشام ولقتال الروم، حتى تجمع من تجمع في ظاهر المدينة، فقال له عثمان بن عفان يا أمير المؤمنين، إن الروم أمة عظيمة ذات القرون والسلاح القوي، ما أراك إلا أنك مقحم هؤلاء العرب المساكين إلى أمة قوية. فقال أبو بكر رضي الله عنه ما الحيلة، إيش الحل؟ فقال علي رضي الله عنه يا أبا بكر أرى أن تكتب إلى أهل اليمن، وعلي خبير بأهل اليمن وقد وفد إليهم وخبرهم وسبرهم وعرف أمورهم، لا أرى إلا أن تكتب إلى قبائل اليمن فيمدونك المدد بعد المدد حتى يجتمع لك ما شاء الله أن يجتمع، وعند ذلك تغمي الروم بجماجم العرب وقبائلها. فكتب أبو بكر كتابا إلى قبائل اليمن ونصه جميل فيه ترغيب وترهيب وفيه النكهة أبي بكر اللينة الطيبة، ولا أستحضر النص الآن. ثم حمل الرسالة أنس بن مالك، فقدم أنس رضي الله تعالى عنه قال حملت كتاب أبي بكر ودخلت اليمن فجعلت أقرأ عليهم الكتاب حيا حيا وجناحا جناحا، وحتى للغاية هنا نهاية إن وصل، حتى أتيت ذا الكلاع، وصل إلى الملك الأعظم ذا الكلاع، حتى أتيت ذا الكلاع الحميري فقرأت عليه الرسالة فرد بأحسن الرد وقال ارجع وأخبر إخواننا أننا قادمون، فركب بغلته ولبس سلاحه واجتمعت حمير بنسائها وأولادها وما تملك، يعني أن يكون لك بلد وطن فتغادره وترك كل شيء وذاهب إلى مجهول وتعلم أنك ستموت، يعني هذا قوة إيمان. تخيل الآن مثلا فتح الجهاد إلى غزة وطلب منك أن تأتي بأهلك وأولادك ترك كل شيء، يعني شيء ثقيل، ولذلك قال الله انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا، يعني شيء ثقيل. سمعت؟ قال أنس فسبقتهم بأيام، ثم قدم ذو الكلاع بحمير ومعه في هذا من خلال الاستقراء معه في هذا المسير ميتم بن سعد والسحول بن سوادة والخبائر، الاسم القديم لجبلة، وبعدان وبلاد العدين وبلاد حبيش وأهل عنة وأهل شرعب وأهل وصاب وأهل جبلان ريمة وأهل يريم والقفر وأهل عنس وخولان وأهل ملحان وغيرها من المناطق التي وفدت، وأهل السكاسك ماوية والحشا، تجمعوا كلهم بقيادة ذي الكلاع وخرجوا في هذا المسير على خيولهم وإبلهم وبنسائهم وأولادهم، وصلوا المدينة النبوية موغرين بعد المغرب، فخرج أبو بكر يطوف فيهم يصحبه عمر، فبكى أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فقال له عمر ما يبكيك؟ قال يا عمر ألم نكن نتحدث، وهذا اللفظ له حكم القطع، يعني كنا في العصر النبوي نتكلم أنها إذا قدمت حمير نصر الله المسلمين وهزم المشركين، وهذا الذي حصل، لأن المصطفى في أكثر من حديث قرن أنها إذا قدمت حمير
سقطت فارس وقود، حفر الخندق فقال الله أكبر فتحت فارس، ثم ضرب الضربة الثانية فقال الله أكبر فتحت قوم، ثم ضرب الثالثة في لفظ البزار والطبراني الله أكبر، جاء الله بأهل اليمن أعوانا وأنصارا، وبلفظ جاء الله بحميك، المناطق هذه المذكورة آنفا، أعوانا وأنصارا، بمعنى ستسقط فارس ستسقط الروم إذا قدم أهل اليمن. يؤيد ذلك ما رواه عبد الله بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله قال إن الله أمدني فارس، غنمني فارس نساءهم وأموالهم وسلاحهم، وغنمني الروم نساءهم وأموالهم وسلاحهم، وأمدني بحميك، وأمدني بحميك، أي سيحصل ذلك إذا جاءت أمداد حميك. وفعلا ذلك الذي حصل، وصل ذو الكلاء الحمير ومن معه إلى ظاهر المدينة، والتقوا بالجموع الأولى وطال بهم المقام، فقالوا يا خليفة رسول الله إما أن ترسلنا لما خرجنا من أجله فإن الزاد قد قل والأعلاف، وإما أن تردنا إلى اليمن، إحنا جينا من أجل هدف. فجهزهم أبو بكر وخرجوا يمتشقون الصحراء العربية ويتخطون سهول الحجاز مرورا إلى أرض الأردن وإلى أرض الشام إلى عمان البلقاء، وهنالك تجمعت الروم في أكبر عدد ممكن على سهول اليرموك في الحدود الأردنية السورية، ووصلت القبائل العربية بمن فيها حميغ بالجموع الآنفة المذكورة. ولما رأت الروم الجموع العربية وكانوا آلاف مؤلفة، يعني قرابة 100,000 والعرب 15,000، فتحت البطارقة الأناجيل وجعلوا يتلونها بغية النصر وطلبا له من المسيح، زعموا، يقول ابن عساكر فلما شدت النصارى والروم وأحدقوا بالمسلمين جاءت حمير وحضرموت وخولان فأجلوهم عن الوادي حتى فكوا الحصار عن المسلمين، وسجلوا تاريخهم من نور، وهزمت الروم، غلبت في أدنى الأرض، وكسرت كسرتها التي لم تقم لهم بعدها راية في تلك الأرض، وواصل المسلمون زحفهم حتى أتوا دمشق، فكان ذو الكلاع رضي الله تعالى عنه بقبائل إب الأبية هو السبب في فك الحصار عن أبي عبيدة بن الجراح لما حصر بدمشق، ثم اتجهوا إلى حمص ووصلوا إليها وإذا هي خالية عن الحركة هادئة، قد غادر الروم منها لما سمعوا بسقوط دمشق. فعند ذلك بارك الله فيكم استوحشت العرب أن تقتحم هذه المدينة، خافوا، حتى تجشم رجل من آل ذي الكلاع، حتى تجشم رجل من إب وباسل بنفسه وقال أنا أدخل هذه المدينة إما أن أكون شهيدا وإما أن أكون حيا حميدا. قال ابن عساكر فكانت أول قدم وطأت حمص رجل من آل ذي الكلاع دخلها، ثم قال للمسلمين أيها المسلمون أقبلوا لا أحد هنا، يعني لا تخافوا ادخلوا ما أحد، فدخلت الجيوش الإسلامية. يقول السمعاني في الأنساب فنزلت قبائل ذي الكلاع بأرجاء حمص فكانوا أكثر أهلها، والملامح التي على أهل حمص تشابه كثيرا أهل إب. نعم، وظل ذو الكلاع الحميري رحمه الله ورضي الله تعالى عنه في أرض دمشق، وتقديرا لجهوده لما أسس المسجد في دمشق أمر عمر أن يفتح بابا خاصا لذي الكلاع إلى بيته تقديرا لجهوده واحتراما لمكانته في حمير، لأن كان كلمة منه تتبعه هذه القبائل كلها بإشارة، ففتح له الباب، وإلى اليوم في الجامع الأموي الذي قام بعد ذلك باب سيدنا ذي الكلاع. نحتوا تاريخهم بأحرف من نور في سماء التاريخ، ودارت الأيام والليالي
وتولى خليفة بعد خليفة حتى جاء عهد معاوية رضي الله عنه، وحصل القتال بينه وبين علي رضي الله عنه، وجاء الصفين، وكان أهل اليمن الذين في الشام، القبائل المذكورة في الشام وقبائل أخرى كهمدان بحاشدها وبكيلها وفروعها ومدحج بمرادها ونخعها وعنسها غير عنس وجميع البطون المدحجية والأزد بشهرانها وبارقها ودوسها وزهرانها كلها في العراق، فعلي في العراق ومعاوية في الشام، واليمنيون يوجدون هنا وهنا، الصنف المذكور أولا في الشام، فقاتل كل فريق مع السلطان الذي عنده، ليس حبا فيه ولكن هم في بيئة هذا ملكها قاموا معه، وأولئك في بيئة، وقامت صفين وكان الوقود من أهل اليمن، فكان في صف علي عمار بن ياسر العنسي والأشعث بن قيس الكندي الحضرمي، وفي صف معاوية ذو الكلاع الحميري وحوش بن ظليم صديقه. يقول ابن عساكر: كان معاوية لا يهاب أحدا كهيبة ذي الكلاع، كان يقول لما قتل ذو الكلاع رضي الله عنه قال معاوية رحم الله ذا الكلاع: حزنت عليه وفرحت، أما حزني فقد خسرت بطلا عظيما، وأما فرحي فإنه بلغني أن ذا الكلاع سمع بحديث عمار تقتله الفئة الباغية، وذو الكلاع أراد أن ينتقل إلى صف علي فقتل بين الصفين. قال: فلو ذهب ذو الكلاع لذهبت حمير بأسرها وهزم أهل الشام. إذن بارك الله فيكم، قتل ذي الكلاع رضي الله تعالى عنه في معركة صفين بين الصفين رضوان الله تعالى عليه. نعم، فهذا شيء من تاريخكم، وهذا شيء من أيامكم، وهذا حصن خدد بسلالمه الحجرية وبأسواره الذي تحيط بالقلعة وبكرف الماء ومدافن الحب، تنبئك عمن زرع وعمن بذر وعمن حصد وطحن وعمن حمل الماء وعمن راقب من الحصن، ينظر الصاعد والهابط والداخل والخارج. كان لهم في هذه القلعة أنس، وكان لهم أفراح وأتراح، وكانت لهم أيام وليالي، كانت لهم أعراس وأفراح، وكانت لهم أحزان. لما تدخل من باب القلعة تستحضر من دخل من هذا المكان منتصرا منتشيا مستنشقا لنشوة النصر أنه ملكها، ومن خرج منها حزينا كئيبا أنه هزم. وتلك طبيعة الدنيا وعادة الدهر، تلك الأيام نداولها بين الناس، ثم جئنا نحن على قدر، جئنا بعدهم. ذهبت هذه القرون وذهبت تلك الأيام، وأوجدنا الله بعدهم لماذا؟ ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. أوجدنا الله في هذا الكون بعد هؤلاء الآباء والأجداد لينظر إلى عملنا، لا لينظر إلى أبنيتنا ولا إلى حصوننا ولا إلى حضارتنا ولا إلى أموالنا ولا إلى شيء من الدنيا، وإنما ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا. فإذا كان العمل محط نظر الله عز وجل، إذا كان العمل محط نظر الله فأحسن العمل، فإن الفوز بإحسانه، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أوجدتكم في هذه الأرض 40 سنة 60 30، ذلك العمر الذي تعيشه مدة أختبرك فيها، هل ستحسن العمل؟ هل ستحسن الصلاة؟ هل ستحسن الجوار؟ هل ستحسن طاعة الوالدين؟ هل ستحسن البيع والشراء؟ هل ستحسن الأخلاق والمعاملة؟ أم أنك ستسيئها؟ فإذا أحسنت فزت بالامتحان، وإذا رأيت جنازة على النعش قل لها: يا نفس، هذا فلان أكمل الاختبار. كمل الاختبار، كمل الامتحان، ذاهب إلى ربه لينظر النتيجة، هل هو فائز أم فاشل؟ أسأل الله العظيم بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وقد أطلت عليكم
وكان الواجب علي أن أترك مجالا للشيخ عبد الوهاب إن كان يرى أنه سيقوم الآن أو بعد العشاء كما يحب، وإن شاء الله تكون كلمته بعد العشاء. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.